بالنسبه للمستشفى الالماني هو مستشفى 400 سرير الكل يعرف ان العمل كان محال بال 2010 ولكن وصل نسبه انجاز 35 بالمئه بالهيكل 25 العنفولية الهيكل 35 بالمئه الرئيسي قبل دخول عصابات داعش بعد عصابات داعش طبعا صارت عقدين عقد ازاله الانقاض والهدم وتنظيف الموقع ومن ثم المباشره بالعمل. تمت الباشره بالعمل لمده سنه كامله على حساب الشركه المطالبه مستحقات ماديه وبعدين تم توقيع عقد منظم الامور الماديه وتمت الباشره بتاريخ 15/1/22 وطبعا ضمنه كان المعالجه اللي هي بشكل رئيسي العمل حاليا وصل نسبة إنجاز 23% وهي نسبة كلية من المشروع وتم وصول كافة قوالب النجارة لكافة أجزاء المشروع مع وصول حديد تسليح مناسبة حديد تسليح نحن المشروع الواحد بالموصل يستخدم حديد تسليح تركي لأن العمل يتم تنفيذه وفق على المواصفات نستخدم مواد من شركة هلتي الألمانية من الشركات الكورية من الشركات السويدية ولكن تفاجأنا اليوم أبلغنا أحد المهندسين أثناء العمل بطرق المعالجات اكتشفنا وجود صاروخ غير مفلوق غير منفجر لحد الان وعليه تم اتخاذ قرار باخراج كافه العاملين حفاظا على سلامه العمل وحفاظا على سلامه المشاة بنفس الوقت وتم توجيه كتاب ايضا الى الى مديريه الدفاع المدني في محافظه نينوى واعلام الوزاره ودائره الصحه نينوى وحاليا نحن بصدد اجراءات الدفاع المدني لاستمرار العمل بالمشروع وحاليا كما تشاهدون نحن تم وضع علامات تحذيريه بباب المشروع وباب يعني موقع العمل وليس كاداره لان أي سيتوقف العمل الى حين وصول طبعا طبعا اكيد راح يتوقف العمل لان نحن حسب معلوماتنا من خلال اتصالاتنا يعني بالدفاع المدني قد توقف العمل بالكامل لغايه وصول فرق الدفاع المدني والفرق الاخصائيين بالاعمال المتفجرات والصواريخ وتزويدنا بكتاب بسلامه المنشأ بالكامل نحن بعد ورود الكتاب نعاهد اهنا في محافظه نينوى خاصه نحن مقبلين على فصل سيف بالعمل بشيفتين او ثلاثه لتدارك هذا الوقت يعني حريصين على انجاز يعني المشروع بالوقت المحدد